يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض دعاة الصوفية يقلل من قيمة التوحيد ويقول إن أكثر الأمة على التوحيد، محتجا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أخاف على أمة الشرك ولكن الأئمة المضلين، أو كما روي عنه صلى الله عليه وسلم. فما هو الرد على ذلك؟ هذا ما هو بحديث لا أخاف على أمة الشرك، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو يخاف من الشرك، ولذلك حذر أمته من الشرك في أدلة كثيرة. فلو كان ما يخاف عليهم الشرك ما حذرهم بنصوص كثيرة وأحاديث كثيرة من الشرك ومن المشركين. الشرك يقع في هذه الأمة كغيرها من الأمم بسبب دعوة شياطين الإنس والجن، وهذا واقع ما ينكر الواقع أبدا. الشرك موجود كثير الآن، ما أحد ينكره إلا مكافر. نعم. فلا يقول الرسول لا أخاف على أمتي الشرك. إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه من الشرك، ما حد يأمن قال عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه هو اللي كسر الأصنام وهو الذي عذب بسبب ذلك، خاف على نفسه من الفتنة. فلا أحد يزكي نفسه أو يأمن من الشرك، بل يخاف الإنسان على نفسه، لا سيما إذا كثر الشرك وكثر الدعاة إلى الشرك وعم الجهل، فإن الخطر عظيم. نعم.